يعني احنا اليوم في مهرجان البطيخ الاصفر في منطقة دير ابو سعيد بلواء الكورة بمحافظة تربت. طبعا تم جمع كميات كبيرة من البطيخ اللي لبه اصفر، والبطيخ الاخر اللي هو ذي القشرة صفراء لكن اللب الاحمر. طبعا البطيخ هو فاكهة الصيف الممتازة، وننصح بالقدوم الى منطقة دير ابو سعيد في لواء الكورة بمحافظة تربت بشمال الاردن، والتمتع بقطف منتوج البطيخ من الحقل مباشرة. وما شاء الله يعني هذا اليوم جزء هو من السياحة الزراعية اللي بتمتاز بها منطقة الكورة، والحمد لله هناك إقبال كثيف جدا من قبل الناس من مختلف المناطق على أن يحضروا اليوم إلى هاي المنطقة والتمتع بشراء أنواع مختلفة من البطيخ بهذا الصوت.